ولمناقشة مستجدات المشهد السوري ينضم إلينا من مدينة إسطنبول تركيا الخبير والمحلل العسكري عبد الله الأسعد. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. بداية سيد عبد الله، رغم قرار مجلس الأمن حول هدنة 30 يوما إلا أن النظام يستمر في قصف الغوطة وبدأ عملية برية هناك، كيف تقيمون هذا التحدي الذي يقوم به النظام وكذلك الطيران الروسي؟ مساء الخير لك. يعني في الواقع القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي هو قرار غير ملزم، يعني وروسيا وافقت عليه طبعا، يعني وهي تعلم هي والنظام بأنهم سيقومون بصبيحة اليوم الآخر باقتحام بري للغوطة، وهذا بالفعل ما جرى من جهة شرقية، من جهة يعني حزرمة ومن جهة شيفونية والمنطقة التي قامت فيها قوات ما يدعى النمر بالتقدم، وطبعا وقعوا بعدة كمائن في منطقة الشوفونية وقتل منهم حوالي 100 شخص. طبعا روسيا ونظام الأسد جميعهم كانوا قد نفذوا لمدة 14 يوما يعني ضربات جوية كثيفة، أرادوا أن يستغلوها مباشرة بعد صدور القرار والدخول واحتلال مواقع الارض والتمسك بالارض، الا ان يعني ما جرى طبعا كان عباره عن مقتل، وان شاء الله ستكون هي يعني محرقه لهم، وكثافه القصف الجوي على تلك المنطقه وقتل المدنيين بشكل كبير، يعني هم يعرفون ان الهجوم البري صعب جدا بالنسبه للقوات البريه. نعم، بالحديث عن هذا القصف أستاذ عبد الله، ما مدى مصداقية وجهة نظر النظام وروسيا في الادعاء بأن هناك عناصر من جبهة النصرة وتنظيم الدولة في الغوطة الشرقية؟ وفي حال صحة ذلك، هل هذا يبرر القصف العشوائي والعنيف على المدنيين هناك؟ طبعا يعني هي جبهة النصرة عبارة عن شماعة، وداعش طبعا التي أنتجها النظام الأمريكي والنظام الروسي والإيراني ونظام الأسد، طبعا هي عباره عن مدخل لإهانة الاسلام واهانه الشعب السوري بكل صراحه. جماعه النصره لا يتجاوزون 200 شخص وهم الان يعني لا يقاتلون، وطبعا هناك اتفاقيات اثناء تحديد الغوطه الشرقيه منطقه تخفيف تصعيد تم يعني استبعادهم نهائيا وغير موجودين نهائيا، يعني ما يجري الان ليس قتال ليس للنصره ولا للفصائل الموجوده، وهو عباره عن هولوكوست جديد تقوم به روسيا يعني محرقه جديده لهذا الشعب، وكي تجعل من نظام الاسد امنا في مركز العاصمه، لان الغوطه الشرقيه يعني لا تبعد يعني بعض الكيلومترات عن نظام الاسد وبشكل كبير جدا. بالحديث عن الموقف الروسي تجاه ما يرتكبه النظام والميليشيات الإيرانية، برأيكم هل يمكن أن تتدخل روسيا لوقف هذه الممارسات على نحو ما جرى في ركن الدين حين قصف هناك قبل يومين؟ يعني أنا فهمت من سؤالك، طبعا صوتي يتقطع، وأنا فهمت من سؤالك أن تتدخل روسيا من أجل إيقاف يعني ما يقوم به النظام الأسد في يعني خرق الهدنة. نعم. إذا كان ذلك فنظام الأسد بالتأكيد لن يتدخل، لأن عفوا النظام الروسي لن يتدخل، لأن النظام الروسي يعني على علم كبير بما يقوم به نظام الأسد، وهو طبعا هو المخطط له والمنفذ والمشرف على ما ينفذه من جرائم نظام الأسد، و يعني قوات نظام الأسد هي عبارة عن يعني أصبحت عبارة عن بقايا من ما كان يسمى سابقا الجيش العربي السوري الذي تحول فيما بعد إلى ميليشيات. هذه الميليشيات يعني عبارة عن مجموعة تم دعمها من قبل الروس ومن قبل الميليشيات الإيرانية والأفغانية وغيرها، وهو على اطلاع كامل بما يجري يعني، ولديه ايضا هو ضباط من الروس يقاتلون كمستشارين وخبراء في غرف العمليات في الغوطه الشرقيه، وحوصر البعض من خبراء الروس اثناء الهجوم عدات مركبات، هذا يدل على ان الروس يعني على توافق تام مع نظام الاسد ولن يتدخلوا، وهم يعني جاءوا لا
ليس من قتال من اجل قتال جبهه النصره ولا من اجل قتال داعش، وانما بالتحديد من اجل نصره بشار الاسد وزمرته في سوريا. هو أنا سألتك هذا السؤال عن روسيا لأنها هي التي رعت استبقت الأمور قبل الفيتو 12 وعرضت قرارا على مجلس الأمن. بالتأكيد يعني هي قطعت طريق على دول الأعضاء وعلى دول أوروبا بالكامل من أجل أن يعني تكون هي طبعا الخصم والحكم وأن تنفذ ما تريده. طبعا بالتأكيد يعني حتى لو كان هذا القرار، حتى لو يعني تم يعني التوقيع عليه، لن يسمن ولا يغني من جوع. يعني حتى لدينا بعد شهر، يعني بعد شهر سيعود الطيران ويقصف المدنيين في الغوطة ويحرق ويقتل. طبعا هنا الآن المجتمع الدولي مطالب بوقفة إنسانية يعني كبيرة من أجل المدنيين. يعني هذا لا ما حدث هذا. هل تتوقع أن المجتمع الدولي سيتحرك لوقف هذه المأساة الإنسانية للمدنيين في الغوطة؟ يعني طبعا هو يجب أن يقوم بذلك، يعني المجتمع الدولي. ونحن سمعنا بأصوات تتعالى من قبل بريطانيا وفرنسا، واليوم المستشار الألماني أنجيلا ميركل وماكرون يعني يريدون أن يضعوا القضية السورية وموضوع الغوطة على يعني المحك وفي مقدمة جدول أعمالهم، ويتحدثون مع بوتين الذي أصبح طبعا هو متمرد على القانون الدولي، ونظام بشار الأسد أيضا متمرد على القانون الدولي، وما يجري الآن هو عبارة عن شيطنة وعبارة عن يعني أعمال لا يقوم بها يعني لا رئيس دولة ولا تقوم بدول تحترم الإنسانية وتحترم الأخلاق وتحترم قوانين الحرب. حتى الحرب لها قوانينها يعني من أجل أشكرك. أشكرك جزيل الشكر عبد الله الأسعد الخبير والمحلل العسكري، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.